تعرض مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينغ لتسمم غذائي مما أدى إلى إغمائه في جزيرة بالي الأندونيسية. بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو العمل بشكل رسمي كمدربا لمانشستر يونايتد بعد وصوله إلى ماركوس كارينغتون التدريبي الخاص بالنادي. انضم المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي تيتي إلى الحملة العالمية التي تناشد الأرجنتيني ليونيل ميسي بالعدول عن قراره اعتزال اللعب مع منتخب بلاده.